السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على التصريحات النارية من عنتر يحيى حول قضية التسجيل الصوتي، يعني تبهديلة. هذو الناس تاع تبهديلة كرة قدم اللي راهو فيها ضروك زاتشي وجماعته تبهديلة على رأسهم، الراس تاع اللفعة وهود تلك على قاع تبهديلة. تبهديلة كبيرة الشيطان الناس. شوف صحافة جزائرية داروا ندوة صحافية مع جمال بالماضي، الصحافة الفرنسية ضحكت عليهم. علاه ضحكت عليهم؟ مكاش أسئلة زعما أسئلة في مجال كيما نقولوا حنايا اسئله في مجال كيفاش نقولوا في مجال الفني، زعما علاش جوار جبته، علاش راخر جبته، ما كاش اللي يقولوا كيفاش جبت فرحات، ما كاش اللي ينتقد، ما كاش. عندنا المجامله، عندنا هذيك الكلمه تاع المجامله، هذيك ماشي مليحه. وين الناس ولا تضحك عليكم؟ مكاش لي ينجم يهدر يقول، يخرجوا صحافه يديروا طابلون دور يجمعوا يهدروا، يقول لك وين هذه الجمعيات العامه تديرها؟ هذا علاش قاعد يدير؟ هذا خامج خمج كرة القدم الجزائرية. هيا ديغاج، ها والله يقول هيا ديغاج، خامج هذا. مكاش لي دارها، مكاش واحد عضو خرج اهدر، مكاش رئيس نادي خرج اهدر، ابار زرواطي برك. المهم اللي مكاش اللي خرج هدر وقال بلي هذا راه عله، هذا راه عله على كرة القدم، هذا زاتشي وجماعته عله، ويعرفهم كيف جابوه. زاتشي جاب كاع الخدامات تاعو اللي كانوا عنده كاع جابهم، يعني يعرفوا كلش عليه. بؤر الفساد. اللي ما يعرفش يروح يسقسي في الريجونال والناسيونال دو، يروح يسقسي. حنا راه على بالنا بكلش صح. وين عاودوا نولوا، وين عبر مدير رياضي الاتحاد العاصمه عنتر يحيى عن سخطه بسبب قضيه تسجيل صوتي المنسوب للسعداوي والتاثير على صوره الجزائر، وين تاثيرها على صوره الجزائر. وصرح قائلا لقناه اذاعه الثالثه، هذه القضيه ستشوه صوره القادم الجزائريه خارج الوطن، وهذا امر محزن جدا. ووصل هذه القضية تتجاوز إطار الرياضة، لأن الصورة صورة بلادنا هي التي تتأثر. وأطلب من أطلب للناس في أعلى مستوى باش تكون تحقيقات صارمة، خاطش لا يتبع يعرف شي كاين في البطولة الجزائرية، يحوس يعرف كلش على البطولة الجزائرية. حنايا كيما يقول لك يجب على الأندية أن تبحث عن مسيرين. وين قال لك شو التصريح تاعو؟ شوف قال لك يجب على الأندية أن تبحث عن مسيرين محترفين، الاتحاد يسير بخطى، سوف يسير بخطى جيدة ليرسم النجاح، سنرفع التحدي. يعني تشوف إن شاء الله بربي، إحنا نتمناو عن طريق يحيى يخلوه يخدم برك، خاطش عليه كاينة حاجة واحدة برك، كاين حاجة واحدة. حنا عندنا الأنصار، أنصار تاع الأندية ما يصبروش، يقولك بلي نوخروا على الساحة 5 سنين نخدموا نادي بمعنى الكلمة ونقلعوا. هو راه جاي بروجي، لازم الناس تعرف راه جاي بروجي كبير، بروجي تكوين أبناء الفريق ويطلع. حنا مع عندنا أنصار غادي يخسروا الماتش الأول، يخسروا الماتش الزوج، يخسروا كل مصر ويعايروا، تسيب الكراسة يطيروا في السماء. هذه اللي خاصتنا احنا، الوعي تاع نصبروا خمس سنين. احنا هذه مكاش، هذه يبغي اليوم غدوه ان شاء الله تكون، يبغيها تكون كون فين يكون، يبغوها كيما هما. وطحنا مع لي بريزيدون تاع مصلحه، جيب له خليه يلعب، جيب له ادي شكاره منا وجيب له منا وخليه يلعب. كاش شو كيفاش عليك اليوم نقولوا بلي عنتر يحيى تكلم على هذه الفضيحه؟ هذه راهي فضيحه، هذه على بالك يا راهي عيب كبيره. الناس
تشوف هشام يخرج لك هشام بايع عبود، هذا بايع عبود يخرج يتكلم ويدافع على زاتشي، ولا يتكلم يقول لك النزاهه زاتشي يخرج قال لهم نحوسوا باش نديروا 2020. ما تحوس على النزاهه انت، ما تحشموش يا ما تحشمش 2020 تهضر لي على النزاهه، محسوب انتوما نزهاء ياه. علاش الناس ما على بالهمش ولا كي؟ الناس اللي يسمعوك ما على بالهمش ولا كي؟ هذاك هشام باي عبود هذا كي راه يهضر هذا، الناس ما على بالهم زاتي. انت جيت مع التوالي بيت ربد ميقا راحوا له، جيت انت راك تدافع عليه، الناس ما على بالهمش ولا كيف؟ ولا غير انتوما اللي على بالكم؟ حنا ما على بالناش ولا كيف؟ والله غير يقولوا لنا حنا ما على بالناش. إيه بغيت نعرف احنا ما على بالناش؟ زعما جايين محسوب كل شغل ما كان والو، وبين ديروا لجنه النزاهه. لجنه النزاهه يا ودي كنت كونك انت نزيه برك، انت طالق قاع كلش، طالق كلش، غرام غادي يجبدوا كلش يا مالك ضد المجهول، غادي نطرطقها غادي نطرطقها نجبد كلش. اسمعوا طلعوا، اسمعوا محطه عند الوكيل الجمهوريه، والله لا محطوطي عند وكيل الجمهوريه، ذا جبد ذا حلفيات عشا جبد، وسعداوي قام شا جبد فانيك، سعداوي فين كجبد؟ وانت يا رئيس الرابطه اللي راك تعيط على البابا بابا اللعاب، راك تقول له بلي غادي يعيطوا لك اذاعه تعيط لك النهار تعيط لك، ولا قول لهم بلي ها شكون الماناجر تاعه؟ عيب عليك والله، لا عيب عليك، تحوسوا تحوسوا تلقموها، راك تعيط منا وراك تضغط على اللعاب باش يقول ها شكون هو الماناجر تاعي. اللعاب اللعاب عمي حسين جناد هدر مع اللعاب قال له انا ما نعرفوش، قال له انا ما نعرفوش، قال له انا ما نعرفوش هذا اللعاب هذا الماناجر هذا، راك تشوف كيفاش هو يجي يقول لك انا ما نعرفكش، من بعد يقول نعرفه يدور على كلامه ولا كي؟ احنا ما فهمناش، هاو يدور على كلامه، هاو شو وين راكم رايحين اولاد؟ ها عنتر يحيى الله يجعل ان شاء الله بربي انتوما ما تكونوش، خاطي لا انتوما كنتو، بصح ما غادي تكونوا، غادي يخرجوكم تصبروا روحكم في لاتوش، غادي بشويه كيما بيرف بشويه بشويه لاتوش تتركبوا في الكار، والله لا غادي انا نقول لكم كي غادي يدير لكم فيبري تصبروا روحكم في لاتوش. قضية ضد مجهول، قضية ضد مجهول، سقسيتو عليها ولا ما سقسيتوش؟ تاع قضية ضد مجهول، راهي جابدة، راهي مرمة، تعشهم جابدين ولا؟ راهم على بالك، الشرطة راهي تقيس الشبكة كيما هاكا يتجبد، جبد غير داك الشلغام، غير داك الحوت الشلغام اللي فيه الشوك، غير الخنز اللي عايش في الزبل، هذاك الشلغام يطلعوه. حنا داك الشلغام هاك داير بصح ما ناكلوش، نعرفوه وين يسرح، حنا بالنسبة لنا تاع مين يشوفو الشلغام نكرهو، والله يسبادو، تحية الجزائر، والله مانا طايقينكم، يا ودي معاكم إلى التالية، أنا نقولكم إلى التالية معاكم، ها راهي هذا عنتر يحيى مسكين خلع قالك عار على الجزائر، عار تشوهو الصورة تاع الجزائر. وانتوما خارجين نور ما قالك لا مكان والو، مكان والو قالك. الاول هذا زاتشي تاع لافار، زاتشي تاع لافار اللي تعطينا اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها الوالي، يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بلاسير لي بلين اللي دارهم هنا بيتير. زاد شي انت 1000 هكتار
حياتي.